تؤنف الجلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العدلي وستة من كبار معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 من يناير. الأجواء خارج قاعة المحكمة حيث الحرارة المرتفعة توحي بكثير مما يدور بداخلها من أحداث ساخنة. فالنيابة العامة اتهمت الشاهد الخامس بالإدلاء بشهادة زور. انا هروح ابص هناك كده على الدخول ومفيش اقرب من كده مش كده ولا انتوا خايفين لا يحصل حاجه؟ لا هو الامن معناهوله والله دي حدوده. دول مين؟ دول الشهداء ودول اللي هناك دول مبارك. دول مبارك اه عندي صوره من دول لما جبناها معانا. تعال ابتدى الضرب تاني دلوقتي. لا استنى. تعالوا ورا. تعالوا ورا. تجمع هنا كما ذكرتي مؤيد ومعارض مبارك منذ الصباح كما يحدث في الجلستين الماضيتين، ولكن المشادات التي حدثت هذه المرة كانت ما بين الأمن وما بين أسر الضحايا الذين حاولوا دخول هذه القاعة أو قاعة المحكمة. عفوا ميسون الحشود تأتي الآن. لا سأذهب الآن يعني لا أستطيع. اشتباكات مستمرة، اشتباكات شديدة الآن، نحو 300 شخص فقط من أنصار مبارك ومع ذلك يثيرون الفزع والرعب ويقومون بالاعتداء على الآن. هم يعتدون علينا ويقتربون من الموقع الذي نقوم فيه بالعمل معكم ويقومون بالاعتداء علينا. ربما تشاهدون الآن، أعتذر عن ما يحدث الآن، يحاولون الكاميرا هنا. فين عدنان؟ يا ابني خلاص يا بيصور ولا لا؟ الحور السويد. فين أسامة؟ جاي اتصلت بيه جاي. هات لي شنطتي بسرعة والكيس الكيس الأبيض. العربية أنا عايز أتصور بس. خد الباكر لو سمحت. أنا عايز أتصور. فين تصور؟ خد معايا الخط. حاضر لو سمحت. حاضر هنسجل معاك حالا. سجل معاك. ما تشيلش الدم، لا خلي الدم. سجل معاك. الثورة ستروى بدماء الشهداء وستروى بدمائنا. ولن نغادر مصر، ولن نغادر مصر. بالناشط كل المصريين ينزلوا الشوارع كل اسبوع من اجل ثوره 25 يناير. اللي حصل هذا ما يفعله الامن المركزي بالثوار، هذا ما يفعله باهالي الشهداء. الامن المركزي باهالي الشهداء. الضباط دول اللي قتلونا، الضباط دول اللي قتلوا ابني بحسن الحصاد، الضباط دول اللي حسبونا 30 سنه، دول بقايا مصر. الكلام ده كذب، الكلام ده كذب. احنا في وزارة سلميين، احنا واقفين سلميين. خليك قريب يا اسامه لو سمحت، عشان لو في حاجه احنا هنركب العربيه دي هتتشال باللي فيها. يا احمد بس لو تقول لنا الاول ايه اللي حصل. ايه اللي حصل بس؟ وفجاه لقينا الامن المركزي كله بيجري على الثوار وبدا ضرب الطوب، وخدوا حوالي 5 افراد مسكوهم وفضلوا يضربوا فيهم. جت خطوبه في دماغي من الامن المركزي، هذا ما يفعله الامن المركزي والشرطه، ما زالت تفعل بالمصريين ما كان يفعله شرطه مبارك. وفجاه لقيته بيقول ايه اجري اضرب، وجريوا على الـ على الـ على الصوار. هم بيضربوا، كنتوا سايبين انصار مبارك. هذا ما حدث. هذا قول لي انت، انا عايز اسمع مش هذا الحدث. ايه اللي حصل؟ هذا ما حدث. الثورة المصرية طبعا نجحت وانتصرت، للجزيرة نصف هذا الانتصار، يعني أنا خارج الجزيرة وأنا أقول هذا الكلام، كان للجزيرة أكثر من نصف الانتصار فيما جرى في الشارع المصري في الثورة المصرية. Call it biased, call it unprofessional, but at the end the Al Jazeera was much more warm, much more enthusiastic about covering the revolution. They were more revolutionary, if you wish, than the
than the Arabia people. When it comes to Arabia, it was a mixed view. And for some people consider that this is wonderful because you have a balance in the coverage of Arabia. But it could be for other people, they saw it this way. They saw Arabia has always been the favorite and the preferred channel for Mubarak regime. لأنه وسائل الإعلام الآن في العالم العربي كأنها it seems كأنها لم تعد فقط ناقلة للخبر والحدث, كأنها أصبحت مشاركة في الحدث. This is just the lobby, or you can see the reception, and here is, you know, the main studio inside. إبراهيم هنجي لك على المونتاج. إبراهيم خليك ياسر خليك. Okay, this is the main studio where we are making our, you know, one-to-one live interviews, the details from that area. This is our, you know, background or outside view of Al Jazeera, Cairo. From that place, we covered, you know, a main part of the Egyptian revolution. This is the 6 October bridge, where, you know, the clashes between the revolutionaries and the Egyptian police here. We covered even this just downstairs, down of the office here. That is why they closed the office. They you know, they get us outside the office and they closed the office. Sorry for that, actually, because that my colleagues, you know, many days we have to stay in the office all the night. I slept many days here during the office, of course. On this mattress? Yeah, on that mattress, on the same mattress. You covered the revolution on this mattress? Yes. At one night after, you know, after Camel battle, they arrested me directly, and it was a very, very terrible, you know, eye blinded, and, you know, handcabbing, and investigations during the night. Why you don't leave Al Jazeera? You should leave Al Jazeera because it's an enemy of your country. All of this because you are covering the events and trying to tell the truth. السبب الرئيس لبداية أو إنشاء الجزيرة, قناة الجزيرة, كان حاجة الأمير, أمير قطر الجديد بعد أن انقلب على أبيه, للحصول على وسيلة إعلامية, خاصة أن الانقلاب لم يصادف قبول من السعوديين أو من دول خليجية أخرى مثل الإمارات أو الكويت, وكان هناك امتعاض من هذا الانقلاب في وسائل الإعلام السعودية خاصة, مما جعل الأمير يبحث عن وسائل إعلام لمناصرته. الحاجة الأساسية هي إيجاد وسيلة إعلامية تساعد الأمير في الوقوف أمام الحملات التي تقاد ضده وتتهمه في شرعية حصوله على منصبه كأمير. Welcome to Arabia and NBC Group. Some selfie. Actually, this is the studio, and they are preparing now for the 6 o'clock bulletin. So I want to show you also the other place where we were standing during the revolution, and we were putting our camera here. Our camera was put here. Of course, it would be directed to the bridge. And so many fights has been going on here. And if you remember, the tankers taking, running on people was here on that bridge. I remember a scene where my cameraman, he was standing here in this balcony, trying to fix the camera. And then he saw what was happening, how the demonstrators were beaten, how the... And then I found he was crying very hard. And that was very emotional for me. I started crying as well, because it's, at times, you know, Egypt is so safe, and we're not used to unrest.
unlike other Arab countries in Iraq or in Lebanon. I mean, some people, they tend to get used. But for us in Egypt, it's very peaceful people. To see all of this was a bit shocking. And I never show emotions, but I mean, I lost it twice. بنات العربية أسست للوقوف ضد الجزيرة، ضد نفوذ الجزيرة وضد توسع الجزيرة ووجود الجزيرة كقناة عربية بان عرب وأيضا إخبارية. والأهم من ذلك هو إيجاد قناة إخبارية للسعوديين بحيث تكون هي المرجع للسعوديين أكثر. العربية مملوكة للأمير، لعائلة آل إبراهيم، وعائلة آل إبراهيم هي تملك مجموعة الام بي سي التي أنشأت العربية، وعائلة آل إبراهيم قريبة وجزء من إمبراطورية عبد العزيز بن فهد، الأمير عبد العزيز بن فهد ابن الملك عبد العزيز ابن الملك فهد الراحل، وبالتالي هي مثل الجزيرة مملوكة للعائلة الحاكمة وتخدم النظام الرسمي وجزء من الآلة الحكومية تابعة لهذه. العربية التي تتبع لآل سعود متحالفة، يفترض أن تكون متحالفة مع النظام المصري السابق، بينما الجزيرة لم تكن كذلك، كانت على علاقة غير جيدة أبدا بنظام حسني مبارك. فمن هنا جاءت، ربما كانت العربية متحفظة أكثر في تغطيها مع الثورة المصرية، لأن نظام حسني مبارك كان حليف قوي جدا للحكم في السعودية، فكان هناك بعض التحفظات في تغطي قناة العربية مع الثورة المصرية، بينما كان هناك تشجيع وحماسة وتعبئة من قبل قناة الجزيرة لما جرى في مصر. هيتبقى محاكمة مبارك بكرة، احنا الآن ممنوعين من الدخول، يعني احنا مش هنخش. انا التصريح اللي ادوه المرة اللي فاتت قالوا لي ده فقط للجلسة اللي فاتت، عكس بقية الناس كلها التصريح بتاعتها لكل الجلسات. بس الكاميرات مش هتخش؟ لا، الكاميرات مش هتخش. ليه؟ ولا كاميرات، اذا كانوا مش هيدخلونا كافراد. لا، ولا الساحة الخارجية، رئيس الساحة الخارجية مش مشكلة، بس الكاميرات يعني الجلسة لازم يتعمل منها التقرير. مش هيدخل، يعني مفيش ولا كاميرا هتصور؟ ولا كاميرا منع البث هو كلام محمود مظبوط، هو المفروض انه منع البث المباشر بس، المفروض ان الكاميرات تخش على الاقل تاخد فوتو اب وتاخد حتى كذا. لا، هو قال لك لا، انا كجزيرة ممنوع، كوزيرة اعلام ممنوعين من دخول قاعة المحكمة. وقول دي ومنع التصوير ايضا يطرح، منع التصوير رغم قرار مجلس القضاء الاعلى بعلانية المحاكمات. بالظبط، اولا المنع، منع التصوير مش منع البث المباشر، يتناقض مع قرار مجلس القضاء الاعلى بعدم بعلانية المحاكمة. هو موضوع مهم وانا هطرحه لحديث الثورة. بالنسبة لحالته النفسية، بالفعل كما قيل أن حالته النفسية أصبحت أسوأ من المرات السابقة، ربما لأن الجلسة كانت طويلة جدا 11 ساعة، سمع بصوته الهتافات، وكان هناك تشابك واشتباكات داخل قاعة المحكمة أثناء الاستراحة وسباب وإحراق لصورته، وبالتالي هذا يعني بيقرب بصورة كبيرة، بيرى رؤى العين وليس كما يعني يحدث كان في المرات السابقة عندما كان يسمعها أو يراها. هذه المرة كانت المواجهة ربما أعنف و يعني كانت بصورة أشد، فمن المتوقع أيضا أن تزداد حالته النفسية سوءا. أبو العزم، شكرا جزيلا لك. أنا هحاول أدخل بقى دلوقتي وأشوف المتهمين فقط. أيضا بدأت الجلسة بداية غريبة، حيث طوق القفص الاتهام بأعداد غفيرة من جنود الأمن المركزية، حجبت حتى الرؤية عن المحامين وعن المدعين بالحق المدني داخل قاعة المحكمة، بحيث أنهم لم يروا المتهمين، وهو ما دعاهم إلى ترديد الهتافات العالية: يا ضابط، يا أبو الكاب، وسع، خلينا نشوف، ووصفوا المتهمين ببعض الأوصاف. We always working in a very difficult situation actually, especially during this court. You know, we are not allowed to go inside. They allow pro-Mubarak supporters to go inside with posters of Mubarak.
with photos of Mubarak, they are putting it inside the court. And this is not logic. I'll try to get in today. I'll try to record my own impressions of this fourth session, and I will try to come out again during the recess if I'm able, in order to come out live. معي سأذهب إلى زميلة رندا أبو العزم، كانت داخل المحكمة. أولاً أريد أن تصفي لنا ما الذي شاهدته في الداخل. نعم ريما، العربية تدار من قبل مجموعة من الليبراليين، ليسوا الليبراليين السياسيين، لا يعترفون بالليبرالية السياسية كمهمة، هم ليبراليين اجتماعيين يقفون ضد الأخوان المسلمين، يقفون ضد القومية العربية، يعني ليبراليين أو ليبراليون يخدمون النظام السعودي، يعني هي تحاول أن تلبي حاجة الشخص الذي لديه وظيفة ولديه مسكن ولديه سيارة ويقيم عائلة ويرغب في الاستقرار لا يرغب في التغيير، بينما الجزيرة كانت تلبي حاجات الشخص الذي ليست لديه كل هالكماليات أو كل هذه الحاجات الرئيسية حتى. هندا؟ Can you tell a little bit more about your social background? Because the street where you live has your family name. Yes. Was your father or a grandfather someone, let's say? Well, it's my grandfather. Actually, it's after my grandfather. But this is the building that belongs to my father. His office is in the first floor. He's an engineer. He was the chairman of a shipbuilding company that was part of the Suez Canal Authority. I was born in Ismailia, actually, and my father was working in the army, in the navy. He joined many wars, actually, and he was contributing to the socialization of the Suez Canal. And I'm very proud to be his daughter. This is our photo to all of us. Of course, I look a bit different. My father, my brother, my sister-in-law and my nephew and myself. This was taken in the United States where my brother was having his PhD in engineering in Houston, Texas, and we were all visiting. So that's the family. أكد الوزير القطري في كلمة ألقاها في الجلسة العادية لوزراء الخارجية العرب أكد الحرص على أمن واستقرار ووحدة سوريا. لنا زميلنا احمد زين مبالغ للاسف لاستمرار الاحداث التي تمر بها. This black and white picture from my father, actually. This my father died in 1993 and working in the farmers. I'm proud of that actually, because you know, my father, although he didn't get any kind of education, but he was have many of Quran and know how to read newspapers, know how to discuss the public matters, and he was very careful to take all of us to the schools, although he didn't have such money, and he was not he was very simple man, and the land was not so big. In Egypt generally the worst sector is the agriculture sector. Government ignore that sector completely.
didn't help the people who work at the sector. Always looking at them at they didn't have influence or power to have their rights. So they always suffering diseases, suffering poverty. This, I think, this reason is still with you all the life. الجزيرة حينما بنيت للدفاع عن أمير قطر ضد السعوديين، الأمير أيضا رأى في التحالف مع أعداء السعوديين. أعداء السعوديين في العالم العربي هم الأخوان والقوميين، وبالتالي أصبح هذا يعني جدا مزيج، أعطى الجزيرة قوة وأيضا ساعد الأمير في هجومه على السعوديين. وجد أمير قطر أن الجزيرة تملأ فراغ سياسي كبير جدا، إعلامي سياسي، هذا الفراغ أراد أن يستثمره. ففي بحثه عن الشارع أو عن من هم أكثر ناس مرغوبين في الشارع خاصة ويحتاجون إلى قناة إعلامية، كان الأخوان المسلمين. I started my work in a very, very big and famous opposite newspaper. It was the main opposition newspaper to Mubarak regime. So this is a very familiar environment for me, actually. I'm doing not just a job, actually, for me personally. I already have to do something to my country. I'll do this job until to die. How and where, I don't know. الداو جونز فيوتشرز يشير إلى تراجعات ب 1.16%. نقطة نظرة أيضا على الاس ام بي فيوتشرز إذا كان الموجود إذا 2.3% من التراجعات. This is like working out and working also here and following the news. شاهدين نهاية الأسواق العربية للمزيد. Such a stressful job that you need to get time for yourself. This is the only time that I get really personally for myself is to go walking. I'm divorced since 1995. Instead, she was very young. She was 4 years old. She was start getting, and I thought, well, I have to start working, and I wanted something totally different. And it was a challenge. It was a big challenge being a single mom and working with no experience in the field. So it was a big, big challenge to do. I began. Started my job with NBC, Middle East Broadcasting Center, as a producer and a reporter, and then soon enough I was the reporter. Of course, I learned in the field. I was lucky enough to work in NBC because they were highly professional, actually, in comparison to all other news channels or all the channels. They were the first pioneers. Their headquarters was in London. They applied all the professionalism that they found there. So I was lucky enough to find good tutors and good directing in the right sense. And I was lucky, I mean, to have this as a start. I think I have like a mission or to make things better. That's how I pinpoint the difficulties or the problems in this country and try to put attention to the officials in order to change it, in order to make things better for the people, for the Egyptians. No matter the difficulties that we face every day, it's our job, the educated people of this country, it's our job to make things better, not to leave this country and go elsewhere. ومعي من أمام مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة مراسلنا سمير عمر، ما الذي جرى؟ الآن أجواء احتفالية تحيط بالسفارة الإسرائيلية، يبقى قطعة خرسانية وحيدة هي آخر ما تبقى من هذا السور الذي اعتبره المصريون تحديا لإرادتهم الشعبية التي طالبت من يديرون شؤون البلاد بأن يغلقوا السفارة الإسرائيلية في القاهرة ويطردوا السفيرة الإسرائيلية من القاهرة ويقطعوا العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ردا على ما ارتكبته من اعتداء على كرامة مصر عبر انتهاكها للحدود المصرية كما يقول المتقدم. يعني أنا بين المكتب وبين هناك من أول ما بدأت إلى الآن، فقلت الله يكرمه والحمد لله، يعني مع ذلك عاملين يعني 3 تقارير في يوم واحد،
أول مرة السفير أبو خالد أصلاً الحكومة يعني عجزت طوال 50 سنة تطرد السفير. امبارح هم نفسهم طردوه، هم خدوا، احنا انفرضنا على فكرة، عملنا انفراد فيها والله يا أبو خالد غير عادي. تجاوزات تستحق العقاب القانوني عليها بكل شكل من الأشكال. لم تعلموا من هو المتورط، وخاصة أن هناك من رأى أنها عملية منظمة. هو ده كم دقيقة؟ 6 دقايق. This is the interview that I've already done now with the Minister of Information. The timing, it's crucial today after the events that took place regarding the barging in the Israeli embassy. I see that the officials are more willing to speak to Al Arabiya. This is a balanced station. Yeah. So they choose the channel that is most balanced, highly watched, highly viewed, and thank God it's respected as well. What you expect from an official guy in Egypt during the embassy events? What do you expect? Do you expect him to tell the truth that there is 20,000 people demonstrating outside the embassy. They are destroying the wall. They are trying to go. He will not say that. But the camera says it. واصلت دعونا لهذه الجمعة دعوتهم دون كلل أو ملل. واليوم جاء. I think it is not wrong to be a voice of the streets. Finally, you want to tell the truth. And the truth, I think, in already in the on the hand of the people, not the government, always. You know, especially in the Arab world, the government didn't use to tell the truth. Al Jazeera is not a tool of revolution. We do not create revolutions. However, when something of that magnitude happened, we are at the center of the coverage. For 18 days, our cameras were broadcasting live the voices of the people on Tahrir Square. I remember one night when someone phoned me on my cell phone, ordinary person who I don't know, from Tahrir Square. He told me, we appeal to you not to switch off the cameras. If you switch off the cameras tonight, there will be a genocide. You are protecting us by showing what is happening at Tahrir Square. I felt the responsibility to phone our correspondents there and to phone our newsroom and to tell them, make your best not to switch off the cameras at night. Because the guys there really feel confident when someone is reporting their story, and they feel protected as well. So we have a chance to create a new future in that part of the world. بالنهاية والإعلام سلاح، يعني هذا لا يخفى على أحد أن الإعلام في كل دول العالم، ليس فقط في العالم العربي، الإعلام الآن أقوى سلاح. يعني كنت لم أرفع الصوت عندما كنت في الجزيرة، لم أرفع الصوت عاليا وأقول إن الجزيرة منحازة وإن الجزيرة غير محايدة، لأنني كنت أعتبر أنها تشبهني، أن الجزيرة تشبهني من الداخل، أن ما تؤمن به الجزيرة لدي الكثير منه، أن قناعاتي تتوافق وتتناسب مع الجزيرة، مع أجندة الجزيرة، مع خط الجزيرة التحريري، مع رؤية الجزيرة بشكل عام. هذا كله تغير. كان هناك عرق، كان هناك دم، كان هناك حروب، كان هناك معاناة، كان هناك ضغط، كان هناك سجن، هذا كله مع قناة الجزيرة. وبالتالي نترك قناة الجزيرة كان صعب علي بشكل كبير. ولكن أنا اعتبرت بأنه هناك مخاض كبير في العالم العربي، هناك تحولات كبرى في العالم العربي، وبدأت أقتنع بأن تماهي وسيلة إعلام مع السياسة التي تتبعها الدولة التي تمولها أنا أصبحت معترض عليها.
واعتقدت انه في رايي الشخصي ان ربما وسائل الاعلام تخطئ حين تتحول من وسيله اعلام تحمل خلفيه سياسيه نبيله للتغيير وللاصلاح وللثوره، وانا اؤيد هذه المسائل لان انا ضد الدكتاتوريات وضد القمع بالكامل، وان تتحول الى اداه في سياسه وتطبقها بشكل غير مهني. ولكن الدور الأكبر الذي لعبته الجزيرة كان في مصر في الثورة المصرية. للأسف الجزيرة لم تتعاطى بنفس المعايير مع كل الثورات في البلدان العربية. كان هناك معايير مزدوجة واضحة ازدواجية فاقعة بالمعايير اعتمدتها الجزيرة لحسابات سياسية تخصها، تخص دولة قطر، تخص التحالفات الموجودة في المنطقة. ولكن هذا إن دل على شيء يدل على عدم حيادية الجزيرة في تغطيتها وفي تغطيها مع الثورات. لماذا تريد أن تركز على ثورة سوريا مثلا أو ثورة ليبيا مثلا وتطمس وتتكتم عن كل ما يجري في البحرين مثلا؟ هذا غير مقبول. إما أن نتعامل إما أن نكون عادلين في تغطيتنا بكل البلدان وبكل الساحات، وإما أن لا نركز على بلد دون بلد آخر. The rule is everywhere in this region is, well, perhaps say whatever you want to say, and we'll do whatever we want to do. But say what you want to say to a certain, definitely to a certain limit. And the limit is the regime. The limit is the head of state, of course. I mean, the head of state won't be criticized whatsoever in any medium in the Arab world. I've never heard any criticism of the Qatari government in Al Jazeera, nor in Al Arabiya. I haven't heard whatsoever criticism of the Saudi government or the Saudi policy. After Egypt is freed now, or its media is about to be free, I think it's about time for us to be able on Al Jazeera and Al Arabiya to speak about the government and the regime in Qatar and in Saudi, the same way that we were talking about Egypt. And it is not fair now that we continue doing business as usual. And I said, let me start by myself and give an example. هل تجرؤ الصحف السعودية أن تقول كلمة على الملك عبد الله او على النظام السعودي؟ اليوم اللي هذه لعبه اصبحت قديمه واصبحت مكشوفه لدى القارئ الان. مساله ان انا اتكلم على الكل وبلدي لا، اتكلم على الكل وصاحب محطتي لا. انا متشكر جدا استاذ حمدي، اعتقد هذه كلمه مهمه للغايه. ان لم نستطع ان نقول راينا فلنتوقف. الحلقة القادمة سنجرب ذلك، سنتحدث عن تأثير هذا على الوضع في السعودية. إذا كان تم ذلك فالعربية قناة مستقلة، وإن لم يتم فأودعكم وأشكركم على متابعتكم معي خلال هذه الفترة من برنامج استوديو القاهرة، مع تحيات فريق البرنامج وتحياتي حافظ الميرازي. أحسن. That's how I ended my show on the 12th of February on العربية. And the next day they told me, well, the show is not going to be daily, it's going to be weekly. And then when the week comes, they told me, well, it's not going to be weekly. And I kept waiting. I told them, it doesn't matter even if you decide to make it monthly or yearly. It doesn't matter. I'm going to be wait and patient. I said, my next show is going to be on Saudi Arabia, and I haven't changed that. My next show on your network is going to be on Saudi Arabia politics. And they decided after that time that I am no longer of service to them, and we ended it there. Yeah. You can never go on air and say something against the editorial policy of the station. No one can tolerate that. It's not about this discussion about Saudi Arabia. Actually, we have the freedom, but you can never go on air and say something against the policies of the air. There is air conduct that you have to abide by in any station, not just Al Arabiya.
I didn't get any orders from any side. How it works for Qatar or for any other. I didn't get no contacts even with me from any side. I don't have any contacts. I don't know any people, even in my organization, my company, in my network. Nobody from the directors call me and saying, cover this event or don't cover that event or say something like this or don't say. This would not. Didn't happen any time and would not happen, of course. I didn't accept any kind of this, you know, orders or requests. معاكم انتوا اتصلوا. ويعود الميدان الى سابق عهده وتعود الثوره المصريه لترفع الشعارات، نرى بعض الشعارات الان تقول الشعب يريد اسقاط النظام، وهو تعبير عن شعور لدى الشارع المصري بان النظام لم يسقط، بان ما سقط ربما هو القناع فقط، وان هناك انهم يذكروننا بترزيق. As you see, my friend, during the live, and this is not only during, but maybe some of them was watching what we are saying, okay, during the interview with the channel. So they stopped the signal on the Nile set, as you see. That is Al Jazeera screen, you know? No signal on the screen. And this is not only today, actually. We are facing this problem maybe 2 weeks before. Yeah, when Al Jazeera started, you know, talking, we don't say something from our, you know, from our side. We are covering the demonstrators, the court sessions, the trial, Mubarak trials. We cover the events, okay? So maybe from the beginning of the Mubarak trial, we started to face that problem. Maybe related, maybe. Who do you think did this? We don't know, but there is somebody in Egypt doing this. But other channels is working already normal. Egyptian channels is working. طيب يعني دحين انا هدور على طرف. الجزيرة من أسباب استقرارها الإعلامي وقدرتها على التعاطي مع الوضع الإعلامي ومجابهة الضغوط السياسية العربية هو الحماية الأمريكية، وبالتالي مهما بلغت الجزيرة في تعديها على الدول الأخرى لن يستطيع أحد تهديدها أمنيا، فبالتالي أمير قطر يتمتع بالحماية الأمريكية التي تمنع الآخرين من التعرض له. لو كانت الجزيرة تخرج من الدوحة ولا يوجد جندي أمريكي في الدوحة، هل كانت تستطيع أن تصمد ضد الضغط السعودي أو الضغط الإيراني أو الضغط المصري؟ وقدوم الرئيس أوباما للحكم وحديثه المتكرر عن تقليص النفوذ والتواجد العسكري في الخليج مما يعني أو يشير
إلا أنه أيضا سوف يقلص من تواجده العسكري في قطر. هذا أثر على تغطية قناة الجزيرة وأدى أن الجزيرة تغفل تماما مواضيع الحساسة السعودية التي كانت تغطيها دائما بشراسة. الأمر الآخر هو أن قطر وجدت نفسها أنها إذا احتاجت إلى أنها تمدد صناعة الغاز وتنافس النفوذ الروسي في أوروبا والنفوذ الإيراني أيضا، وهذا تحتاج طبعا أن يكون هذا الأنبوب عبر السعودية. إضافة أن كثرة الاستثمارات القطرية توجد لدى رأس المال، ودائما يقال في رأس المال جبان، يوجد أن الحاجة إلى أن يكون هناك حالة من السلم ما بين قطر وجيرانها للاستثمار ولمحاولة استقطاب أيضا استثمارات سعودية داخل قطر. Now, Al Jazeera has a new Director General. Sheikh Ahmed bin Jassim Al Thani will replace Wadah Khanfer at the helm of the network. Wadah Khanfer has served at Al Jazeera for the past 8 years. I must ask you this first of all. There's a lot of questions about your resignation, about the timing of your resignation. Actually, I would like to say that my resignation has to do with the fact that I have completed my 8 years at the management of Al Jazeera. And I think that is enough for any leader and for any manager to give his best. Let me ask about the future for Al Jazeera, because your replacement is a member of the Qatari ruling family. Do you think that's going to mean changes for Al Jazeera's coverage or Al Jazeera's editorial direction? We are going to celebrate our 15th anniversary very soon. Al Jazeera. تغيير اللي تم ومجيء شخص محترف من غاز، من شركة غاز، لإدارة الجزيرة يدل ويعطيك دليل واضح وتام على أنه الجزيرة مشروع ليس مشروع إعلامي فقط، بل مشروع سياسي واقتصادي لتبييض وجه القطر ولعمل يعني سمعة لقطر أكثر مما هو إعلامي لخدمة القضية العربية ولخدمة فلسطين ولا لا 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 من هذا الكلام. لا، الجزيرة الآن تهدف لتوسيع نفوذ قطر. هذا المدير العام ينفذ رغبات الأمير. You can't shift one day to the other. So in the US you have Fox News to be representing the right and the Republican. So regardless if the Republicans are in power or outside, you expect one story from Fox News and MSNBC or CNN. You expect a little bit left to the center or center or something like that, regardless. So if it happened that a Democrat is in the White House, you would expect CNN to have more access than Fox News and the other way around. But they don't change. The problem in the Arab world, that they change from right to left according to who is in power and the politics of the one is in power. And that is very important difference. We know that media, they do have sometimes political background and perspective. But if they keep shifting according to the relationship between the countries that they are sponsored by and the other countries, and that affect the story that their citizens are getting on a daily basis, that means that you don't have a semi-independent media that we have in the West. يعني مصداقية الجزيرة سوف تعاني كثير في المستقبل لعدة أسباب. أن نفسها الجزيرة سوف تبدأ تفقد الكثير من النفوذ في الدول العربية بعد الديمقراطيات وبعد التغير الإعلامي العربي. بقاء العربية تنبع من حاجة السعوديين للعربية كناطق باسمهم السياسي وكمكافح للجزيرة. تبقى العربية أو تزول ناتج من بقاء الجزيرة أو زوالها، وناتج من حاجة من رؤية السعوديين لما تمثلها الجزيرة بالنسبة لهم في المستقبل. إضافة أن الجزيرة الآن طبعا على علاقة جيدة مع السعودية، وبالتالي قلت الحاجة لها. The local people, when they have independent or semi-independent media,
and they trust that they are telling them the story, they don't need to go to pan-Arab stations or external station, whether it's a BBC or Netherlands or CNN. They watch their own, and that is the future. Al Jazeera is trying to do that, to beat that event, that trend, by establishing their own Al Jazeera Egypt, to focus in Egypt. But the problem that is going to face them is that there'll be a contradiction. How come you are financed by a government that is authoritarian and trying to tell us how to do our business while we are democratic? So they might succeed to do that during the interim period. But once these Arab countries establish their own real democratic regimes and their own independent media, such pan-Arab stations are going to be part of the history. عايزك تشكر لي بقى الجزيره كلكم كده واحد واحد، انتوا سبب 90% من نجاح الثوره بتاعتنا، متشكرين جدا. واحد واحد بقى منك شهاده لله، شاكر كل الجزيره في قطر وهنا وكل ماشي، والجزيره مباشر وثائقيه وانجليزي الكل. Thank you for watching. For more on this subject, take a look at the playlist. You can also watch this recommended video. Don't forget to subscribe to our channel, and we'll keep you updated on our documentaries.